بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الطلاب الغاليين على منصه توب ستودنتس، اهلا وسهلا بيكم. احنا كنا متفقين قبل كده ان احنا نحل مع بعض كتاب العمالقه ان شاء الله رب العالمين. الكتاب ده هنحله مع بعض هنا على المنصه ان شاء الله. عايزين بامر الله رب العالمين قبل نهايه الشهر نكون وصلنا الوحده الثامنه في الكتاب. هنصارع ونجري مع بعض شويه في الكتاب ده علشان نبقى احنا ماشيين في اتجاهين، في كتاب ايوان تريجر وكتاب العمالقه. الكتابين دول فيهم افكار كويسه جدا مع بعض كده، هيعملوا ميكس محترم ويصنعوا منك حد قوي جدا وواثق من نفسه وهو بيحل. برضه نفس القصه اللي كنا بنعملها في كتاب A1 تريجر، هطلع الافكار اللي في الاسئله واكتبها لك في ورق وانزلها لك على جروب التليجرام. يا ريت الافكار دي ما تعديش منك، يا ريت تكتب بايدك، يا ريت تحفظ ورايا واحده بواحده. حاول تعافر شويه، معلش الامور هانت جدا، باقي لك حوالي 90 يوم والدنيا تبقى زي الفل وتنام براحتك وتصحى براحتك ومحدش هيقول لك رايح فين وجاي منين. تعال نبدا بسم الله. اول سؤال بيقول لي: The look on her face when I told her was enough. شكل وشها لما انا قلت لها على الاخبار دي كان مجزيا بالقدر الكافي. فعشان كده نقول rewarding enough. كلمه rewarding دي معناها مجز او مرض بالنسبه لي. يعني انا لما قلت لها هي اتخضت وزعلت، فكان ده بالنسبه لي كده حاجه مرضيه ان انا عكننت عليها. طيب الجمله الثانيه: انجلينا جولي سكوبد اب ذا نوت فور بيست اكترس. كلمه سكوب اب دي معناها حصل على او حصد الايه فور بيست اكترس، حصلت على جائزه افضل ممثله. طبعا ذا اوورد، ذا اوورد اللي هي الجائزه او الجائزه الرسميه على انها افضل ممثله في برنامج معين او في مسلسل معين. الجمله الثالثه: The literature course has been hard work but very A. كورس الادب اللي احنا خدناه ده كان صعب جدا واشتغلنا فيه كتير جدا ولكنه كان مجزيا، وعشان كده هنقول rewarding. ندى was in London to receive her A as mom of the year. ندى كانت في لندن عشان تتلقى جائزتها كأم المثالية على مستوى العالم في هذا العام، فبالتالي هناخد award. award معناها جائزة رسمية. She got on A for all the hard work she did. هي حصلت على ايه كافضل على بسبب الشغل اللي اشتغلته طول السنه باجتهاد. طبعا هنا الريورد يعني كوفئت على عملها طوال العام. بعد كده they spend quite a lot money of money، يعني بينفقوا بعض المال يعني each week out. انت عارف ان كلمه spend اصلا بعدها حرف الجر دايما on، وبالتالي هنقول on eating. طب ليه ما ناخدش on eat؟ لان on دايما بعدها الفعل يكون مضاف له ing، ما انت عارف ان spend شيء on ing دايما. السبعة بيقول لي: The official seemed to not hours to examine my passport. الناس الموظفين اللي في بيعملوا فحص على جوازات السفر seemed to 8 hours. to والمصدر إذا حضرتك عايز تاخد تيك مباشرة، يبقى seemed to take يعني يبدو أنهم سيأخذون أو يأخذون يعني ساعات في فحص جواز سفري. The teacher spends a lot of energy a good lesson. المعلم بيقضي فترة طويلة من الوقت في تخطيط درس معين. انت عارف ان spend بعدها الفعل مضاف له ING دايما، ولو محتاجين حرف جر هيكون on مش to. more money should be spent، نقودا كثيرة يعني ازود من كده المفروض تنفق على التعليم، يبقى should be spent on education. طب ليه؟ عشان spend on دايما. she spent the night a friend's house، هي قضت ليلة في منزل صديقها. شفت، خد بالك انت بتقول منزل صديقها او منزل صديقتها، وبالتالي هنقول at a friend's house. وبرضه ممكن اقول لك I spent a night at a hotel، قضيت ليلة في فندق. فالموضوع محتاج ترجمة. لو انت ينفق على يبقى spent on، طب ينفق في يبقى spent at او in. طيب number 11: your opinion will not a my decision. رأيك ده سوف لا يعمل ايه في قراري. طبعا تعالى نشوف الاختيارات. effectively معناها بفاعلية، effective معناها مؤثر، affect يعني يؤثر على، فانا عايز اقول لك ان رايك سوف لا يؤثر على رايي. طيب influence برضو معناها يؤثر على، لكن effect معناها تاثير. كان ممكن اقول لك your opinion will have no effect او influence، يعني سوف لا يكون له تاثير على. طب رقم 12: the project has had a direct a on the lives of 1 million people. اختار اثنين، بقول لك ان المشروع هيكون له ايه مباشر على حياة ملايين الناس، هيكون له تأثير. تأثير دي يبقى influence بمعنى تأثير ومعناها يؤثر. وبرضو كلمة effect بمعنى تأثير، اصلك بتقول لي له تأثير على، يبقى have influence و have effect. وعلى فكرة كان ممكن نقول impact. we were all deeply a by her death. كلنا تأثرنا، تأثر فعل ماضي وعشان كده هنقول affected. this ingredient also has the A of making your skin looks younger. هذا المكون له الأثر في أن يجعل، بص أنت قلت لي له الأثر، يبقى has the effect. خد بالك أنت بتقول has the effect، ولو قلت لي has affected معناها أثر على. 15: the vaccines اللي هي العلاجات أو الأدوية will be safe and if used properly. العلاجات ستكون آمنة ومؤثرة. مؤثرة يعني effective أو influential مثلا
رقم 16. The press can have a powerful A on the way people react in everyday life. الصحافة لها دور قوي، لها تأثير قوي. انت عايز تأثير، تأثير يبقى اما effect او influence. طب ليه ما ناخدش دي؟ دي affect، يؤثر. احنا عايزين تأثير اللي هي effect. The press is A on the way people react in everyday life. الصحافة تكون، بص انت بقى، الصحافة تكون مؤثرة. مؤثرة يبقى influential، مؤثر على. طيب 18. He decided A go out. قرر أن، يبقى decided to. وانت عارف ان decide دي لها ثلاث حالات: decide to والمصدر، decide on لو معناها يحدد أو يختار، decide that وبعدها جملة سليمة. طب في الجملة الثانية: You have to decide your goal. تحدد هدفك، يبقى انت هتقول decide on your goal. في 20. He decided you should be promoted. هو قرر أنك يجب أن تكون، أن تحصل على ترقية، وبعدها جملة سليمة يبقى decided that. يبقى قبل ما نمشي كده قلنا decide to المصدر، decide on معناها يحدد أو يختار، و decide that معناها يقرر بس بعدها جملة سليمة. We have good A with local community. communicates يتواصل، contacts تواصلات يعني، ومعناها يتصل برضو، connect يوصل جهازين ببعض، و contact يتواصل ومعناها اتصال. طيب خد بالك في الجملة بقى، بقول لك احنا we have good contacts. طب ليه مش contact؟ عشان تاخد contact فكان المفروض تبقى الجملة we have a good contact، لانك عارف لما يكون في صفة واسم فبناخد او an. يبقى انت كده قدامك اختيار من اتنين، انك تقول we have good contacts او we have a good contact. في 22. she is unable to her ideas to other people. هي غير قادرة على انها تعمل ايه في افكارها للناس الاخرين، في ان توصل. كلمة يوصل اسمها communicate. لاحظ بقى ان الكلمة دي communicate معناها يتواصل ومعناها يوصل او ينقل. ولو انت فاكر كان في جملة حليناها في كتاب A1 Treasure، كان بيقول لك the disease is communicated from person to another. المرض ينقل، ينتقل من شخص لاخر. وكنا ساعتها قلنا the disease passes from one person to another. I finally made A with her in Paris. اخيرا تمكنت من احداث تواصل معها. تواصل هنا اسمها contact. make contact with يعني يحدث تواصلا مع او يتواصل مع. طيب الجملة دي ممكن نقولها بطريقتين: I finally made contact with her، او I finally contacted her بس هيبقى معناها اتصلت بيها، او I finally communicated with her. communicated with her. there were buses that a the two villages. في اتوبيسات بتربط المنطقتين. كلمة يربط اللي هي connect، او كان ممكن نستخدم بدلا منها كلمة link. She noticed a marked A in the children on her second visit. هي لاحظت a marked A، يعني marked معناها ملحوظ أو زي كلمة remarkable. لاحظت تغيرا ملحوظا في، يبقى difference. marked difference يعني تغيرا ملحوظا في الأطفال. الجملة اللي بعد كده 26. don't underestimate. underestimate يعني يزدري. لا تزدري the A of good presentation. لا تزدري أهمية. طبعا انت بتقولي اهميه يبقى importance. طب امال ايه different؟ مختلف. وimport، import معناها يستورد، export يصدر، important يعني مهم. وانت بتقولي لا تزدري، لا تقلل من اهميه البرزنتيشن الجيد اللي هو عرض التقديم الجيد. I always thought of him as a man of limited. دائما ما اعتقد فيه انه شخص ذات ايه محدوده. intelligence ذكاء، intelligent ذكي، confident واثق، important مهم. طبعا شخصا ذات ذكاء محدود يبقى if of limited intelligence. something was moving in a along the edge of the woods. شيئا ما كان يتحرك في الصمت بطول الغابة او في الغابة، يبقى in the silence. in the silence يعني في المنطقة الصامتة التي كانت في الغابة. طيب نيجي بقى ل 29. We were greatly A by the support we received. احنا كنا ايه بالتأييد اللي احنا حصلنا عليه. قبل ما حلت على ترجم لك كلمة encouragement اللي هي التشجيع. encouraging معناها مشجع، encouraged معناها مشجع دي محفز، discouraged معناها مثبط محبط. انت في الجملة بتقول لي احنا كنا ايه بالتأييد، احنا كنا مشجعين محفزين يبقى encouraged. We tried to A him. احنا حاولنا ان احنا نشجعه. كلمة يشجع يبقى encourage. كان ممكن نقول we tried to make him encouraged، حاولنا ان نجعله محفزا. despite the A findings، برغم النتائج الA، we remain cautious، ما زلنا حذرين. اكيد برغم النتائج المحفزة، النتائج المبشرة، النتائج المبشرة دي يبقى encouraging findings.
with a little a from his parents he should do well. بقليل من أكيد التشجيع يبقى encouragement. with a little encouragement بقليل أو بقدر قليل من التشجيع. تعال بقى لكلمة help و recommend. قبل ما أبدأ عايزك تاخد بالك إن help بيجي بعدها to المصدر أو المصدر بس أو with شيء أو by والفعل مضاف له ing أو ممكن نقول help in والفعل مضاف له ing. تعال نشوف الأسئلة. طبعا أنت عارف recommend مفعول to المصدر أو recommend ذات مفعول فعل مضارع بسيط في المصدر أو recommend ذات should والمصدر. تعال نشوف كده. the doctor recommended us smoking or the patient will suffer more. الدكتور أوصانا أوصى بالتوقف عن التدخين وإلا سيموت المريض. هو ما قالكش وصى مين عشان كده هناخد الفعل مضاف له ING ومعنى الجملة the doctor recommended giving up smoking يعني الطبيب أوصى بالإقلاع عن التدخين وإلا سيموت المريض. كان ممكن نقول the doctor recommended the patient زي ما في الجملة 34 كده the doctor recommended his patient. يبقى أنت قدامك كده the doctor الفاعل recommended موجودة وبعدها المفعول فهنا حضرتك هتاخد to المصدر مباشرة اللي هي to give. طب ذا دكتور ريكومندد ذات ما دام في ذات يبقى في فاعل وبعدين فعل في المصدر مباشره ذات هي جيف اللي هي نمبر دي. طيب ماي فريند ريكومندد ذات اي والمصدر برضه ذات اي ريفايس. وما تنخدعش يا صديقي على ان كلمه ريكومندد ماضي فتقول بقى ناخد ماضي. الموضوع مش كده خالص. ريكومند ذات فاعل مصدر ريكومند ذات فاعل شد والمصدر كده كده مصدر. شي هاد تو هيلب هير هازبند. كان المفروض تساعد زوجها هيز ورك ان هيز شوب في عمله. انت خد بالك بقى في الحتة دي انت بتقولي هي يجب ان تساعد عملها زوجها في يساعد في يبقى help with او help in يبقى هنا with. بعد كده 38 she had to help her husband working in his shop. هي كان ينبغي ان تساعد زوجها عن طريق العمل يبقى by. لاحظ ان help by دي معناها يساعد شخصا عن طريق شيئا ما. she had to help her husband doing his work his working in his shop. طبعا his work المفروض بقولك ان هي كان ينبغي ان تساعد زوجها في عمله يساعد فيه يبقى help in. she had to help her husband his working in his shop. كان ينبغي ان تساعد زوجها لكي يقوم بعمله. انت عارف ان help ركز help مفعول والمصدر يبقى ناخد do او مفعول to المصدر فناخد to do او مفعول وبعدين in ing او مفعول by ing. كده احنا خدنا موضوع help. ندخل بعد كده على رقم 41 زي commit a behaviors. طبعا تعالى نترجم الاول يعني بيقول لك responsibility اللي هي المسؤوليه responsible مسؤول irresponsibility اللي هي انعدام المسؤوليه irresponsible يعني غير مسؤول. هو بيقول لك هم ارتكبوا سلوكيات غير مسؤوله. كلمه irresponsible دي معناها غير مسؤول او متهور. فهم ارتكبوا سلوكيات متهوره تجاه اصدقائهم وبالتالي كان ينبغي ان يعتذروا. وانت عارف ان apologize to يعتذر لشخص apologize for يعتذر عن شيء. both parents are equally a for raising the children. كلا الوالدين مسؤولين. انت بتقول مسؤولين بشكل متساوي. مسؤول يعني responsible for. I take personal a for what had happened. انا اتحمل مسؤولية شخصية يبقى responsibility. خد بالك انت ممكن تقول take responsibility وممكن تقول accept responsibility. ممكن نقول act responsibly يعني يتصرف بشكل مسؤول. بعد كده soldiers must follow the rules. الجنود يجب ان يتبعوا القوانين. ايه بقى هو عايز تستخدم كلمه strict اللي معناها حازم. فانت هتقول يجب ان يتبعوا القوانين بشكل حازم فهتقول strictly اللي هي نمبر سي او in a strict way اللي هي نمبر اي. ما انت عارف ان كلمه strictly ظرف والظرف ممكن نستخدم بدل منه in a صفه اسم. لا دي in a strict way in a strict way اللي هي نمبر دي. يبقى تاني كده عايز اقول لك مثلا بطريقه ودوده in a friendly way. طيب بطريقه صارمه in a strict way. طب ليه احنا قلنا in a friendly way؟ عشان friendly صفه والقاعده بتقول لك in a صفه وبعدين كلمه way. طيب رقم 45 طبعا سؤالكم بيقول لك choose to. رقم 45 he has just joined Alexandria University staff. he will ايه بقى بيقول لك ان هو لسه حالا داخل في الهيئه العمال الهيئه العامله في جامعه اسكندريه. he will يا ترى ايه هيعطي محاضرات. يبقى نقول he will give lectures اللي هي نمبر دي نمبر اي او he will be a lecturer. he will be a lecturer اللي نمبر بي. طيب في سؤال بقى ليه ما ناخدش will be lecturer؟ لازم انت عارف دايما انك بتقول will be وبعدين a وبعدين وظيفه. سيصبح معلما will be a teacher. سيصبح طبيبا will be a doctor. سيصبح مهندسا will be an engineer.
ده رقم واحد. رقم اتنين، سيعطي محاضرات، فنقول will give lectures. طب لو عايز اقول محاضرة واحدة يبقى will give a lecture، وبالتالي رقم دي لو هي فيها a كنا خدناها. 46، الضيفي's father died، ابو المستر احمد الضيفي اللي هو مؤلف الكتاب ده عليه رحمة الله يعني الرجل ده، last year، died last year، ابوه مات السنة اللي فاتت. 61، بيقول لك choose the wrong one. دايما انا اؤكد على انك تقرا السؤال لحد اخره، لانك لو تهورت هتحل غلط. اختار كل اختار الاجابه الخاطئه اللي من دول. طبعا احنا عايزين نقول في عمر كذا، فهنقول at the age of اللي هي دي، طبعا at the age of تنفع في عمر، وممكن نقول aged برضه في عمر، وممكن نقول when he was نفس القصه، وبالتالي هم الثلاثه ينفعوا. الغلط اللي فيهم in the age of رقم A و age رقم A. احنا عايزين نختار الكلمات الخطأ، خد بالك. رقم، طب معلش، هو ايه الفرق بين in the age of وبين at the age of؟ at the age of معناها في عمر، طيب in the age of، in the age of معناها في عهد، في عصر. طيب بعد كده 47، my family an established company 50 years ago، عيلتنا عملوا أسسوا شركة من 50 عاما. كلمة يؤسس اسمها found واسمها set up، فاحنا ممكن نقول set up وممكن نقول founded. طب ليه ما ناخدش found؟ أصل بيقول لك قال من 50 سنة، فالموضوع ماضي، فعشان كده هنقول set up والماضي من set برضو، أو found والماضي منها founded، فعشان كده خدنا B and C، عشان كده نختار B and C اللي هي دي. ماشي. 48، It's hard to find people with the right for the job. من الصعب انك تجد اشخاصا عندهم الايه المناسبه للوظيفه. طيب تعال نشوف كلمه quantities كميات، qualifications معناها مؤهلات، quality اللي هي الجوده، qualities اللي هي الخصائص، فانت بتقول اشخاص عندهم الخصائص المناسبه او المؤهلات المناسبه، يبقى انت كده عندك B وعندك D، يبقى كده نختار B و D. 49، It took A to answer the questions. الموضوع استغرق ايه علشان نجيب على الاسئله؟ تعال نشوف. انت عايز في الاختيارات دي، انت لما قرات الاختيارات كده هو عايزك تقول فتره طويله، فتره طويله يبقى لونج تايم. بيقول لك احنا ممكن نستخدم كلمه كوايت قبل كلمه لونج تايم دي او اي صفه واسم يعني عشان تبين حدتها. فلما نقول لك مثلا السؤال ده كان سؤال سهل يبقى كوايت ان ايزي كويشن، فاحنا هنا نختار كوايت ا لونج تايم. طب ليه ما ناخدش اللي قبلها؟ لان الا جت قبل كوايت وده غلط، المفروض نقول كوايت ا. طيب هنا برضو نفس القصه، كوايت دي خد بالك كوايت دي معناها هادئ ملهاش علاقه بالموضوع، ودي برضو معناها هادئ ملهاش علاقه بالموضوع، انت عايز تقول الى حد ما. فانت بتقول بقى ان احنا استغرقنا فتره طويله الى حد ما لكي نجيب السؤال. في رقم 50 بيقول لك هير سيلفش بيهافير، سلوكها الاناني رويند ذا ايفنينج، بوظ علينا الليله. رويند هنا synonym of يعني كلمة رويند بتساوي كلمة ايه من الاختيارات دي؟ تعال نشوف، encouraged معناها شجعة او حفزة، طبعا ما ينفعش نقولها. طيب كلمة honored او honored ديت معناها مجدة، disciplined معناها أدبة، وكلمة spoiled معناها أفسدة، وانت بتقول ان سلوكها أفسد الليلة يبقى spoil. ما تنساش ان كلمة spoil معناها يفسد، وكلمة spoils معناها الغنائم اللي بناخدها في الحرب، وبرضو معناها spoil يعني يدلل. he will be ready to accept help he can get، هو مستعد لتقبل المساعدة، أي مساعدة يمكن يحصل عليها. أي دي يعني أي اللي هي ما يعني، وبالتالي هنقول whatever help. طيب wherever دي في أي مكان، whoever يعني أي شخص، whenever في أي زمن، وانت عارف ان المساعدة دي شيء، فعشان كده بقول whatever help، كأنك بتقول what help can you give، ما المساعدة التي يمكن أن تعطيها إلينا. إذا synonym of serious، كلمة serious دي معناها جاد، بتساوي كلمة lovely يعني جميل، friendly يعني ودود، وانتبه ان friendly صفة، tough تنفع tough طبعا، easy يعني سهل. طبعا كلمة tough دي معناها صارم او جاد، ودايما tough دي خد بالك منها ان هي بيجي بعدها حرف الجر on او with. طب انت عايز تقول امي كانت صارمة مع اختي، فتقول my mother was tough on my sister او tough with my sister. I hope you know the seriousness of this crime. أتمنى إنك أنت تدرك خطورة الموضوع. كلمة يدرك يعني realize، لكن recognize يتعرف على، identify يعني يعرف، release يعني يتصاعد، ومعناه يطلق سراح شخص مسجون. وكلمة release يا شباب بنستخدمها لما نقول إن في إصدار جديد من البرنامج مثلا سيتم إطلاقه قريبا. وما تنساش إن إحنا لما نقول on release يعني على بصدد الإصدار. لما نقول مثلا the film is on release next week، الفيلم سيصدر على بصدد الاصدار الاسبوع المقبل. This is the neighborhood where my father، دي القريه اللي ابي
ترعرع فيها. تعال نشوف بقى الاختيارات. ميد اب معناها شكل او اختلق، جيف اب استسلم، سيت اب يعني انشا، وجرو اب معناها نما او ترعرع، اللي هي دي. وما تنساش ان جرو اب بعدها يكون الفعل دايما مضاف له اي ان جي. لو انت فاكر لما كنا بنقول ماي فادر جرو اب ليسننج تو ام كلثوم، ابي ترعرع او نما على استماعه لام كلثوم في الاغاني. It's a great A to represent my country at the Olympics. إنه من الـ A إن أمثل دولتي في الألعاب الأولمبية. تعال نشوف. أول واحدة كده honor معناها المجد، shame اللي هو العار، worthwhile يعني يستحق أو مجدي، association معناها مؤسسة أو منظمة، وبالتالي it's a great honor. honor يعني إنه من المجد العظيم. الـ H silent طبعاً. The charity a survey of people's attitudes to the disabled. الشركة أو المنظمة الخيرية بتجري استطلاع للرأي عن اتجاهات الناس ناحية الأشخاص المعاقين. تشوز زارونج. خد بالك أنت لو ما قرأتش السؤال للآخر هتغرق. إحنا ممكن يقول يجري بحثا على أو يجري دراسة استطلاعية على، ممكن يقولها بأكثر من شكل. كاري أوت أسيرفي، كوندكت أسيرفي، دو أسيرفي. وبالتالي هنا هنقول ميد أسيرفي هي اللي غلط. انتبه إنك عايز تختار الكلمة الغلط. 57. All my teachers encourage you to something of your own. الجملة دي مهمة جدا وانا قلتها في سلسلة تركات. بقول لك كل المعلمين بيشجعوني او بيشجعوك انك تقوم بعمل شيء من نفسك. اصنع شيء من نفسك اسمها make something of yourself. انتبه، make something of yourself معناها تستغل الفرص لتحقيق النجاح او تستغل امكاناتك لتحقيق النجاح. لكن لو انا قلت لك do something on your own معناها اعمل شيء بنفسك محدش يعمله لك. لما اقول لواحد انت امكانياتك كويسه وحرام عليك خساره تضيع من نفسك ثانويه عامه، فاقول له ميك سمثينج اوف يور سيلف. اثليتكس جاست كانت اي ويز بروفيشنال سبورت ان تيرمز اوف ماتيريال جين. ان الرياضيين دول لا يمكنهم ان ايه ويز بروفيشنال سبورت. بروفيشنال سبورت اللي هي الرياضات الاحترافيه يعني، ان تيرم اوف ماتيريال جين فيما يتعلق بالربح المادي. تعال نشوف الاختيارات. كلمه ناتشرال طبيعي، بوبيلر معناها معروف او محبوب، اجري يوافق، وكمبير يقارن. طبعا انت عايز تقول الرياضيين دول just can't compare، لا يمكن مقارنتهم بما يفعله المحترفون فيما يتعلق بالجانب المادي، يعني ده بيكسب فلوس ملهاش علاقه بده. scientists should take a responsibility for the technology and develop زي develop. العلماء يجب ان هم يتحملوا المسؤوليه الاجتماعيه علشان الحاجات اللي بيعملوها في المجتمع، وبالتالي هنقول social responsibility. social responsibility معناها المسؤولية الاجتماعية. sociable دي معناها اجتماعي، ممكن نوصف بها الأسبوع اللي بنقضيه مع الناس أو الشخص، بمعنى واحد بيسلم على الناس وحبوب كده فنقول عليه sociable person. طب أنا قضيت أسبوع كامل مع عيلة مع ناس كتير حواليا فنقول عليه إن هو كان sociable week، أسبوع مليء بالناس. society المجتمع اللي هو زي نظام الدولة كده، لكن community تطلق على الناس اللي بيكونوا من نفس الاتجاه ونفس الفئة اللي عايشين في مكان معين. طيب بعد كده رقم 60. ستيفنز Quick thinking has him a bravery award. الجملة دي برضو من الجمل الحلوة جدا 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 اللي عايز تركز عليه. لما تحب تقول ان في شيء اكسب شخصا شيئا، بمعنى انت عايز تقول الدراسة اكسبتني ثقة، فتقول studying او my study earned me confidence. يبقى كلمة يكسب هنا earn. طب مستر مش المفروض هنا bravery شجاعة، المفروض نقول gain bravery. لو انت عايز تقول هو كسب شجاعة فنقول he gained bravery. طيب انا عايزك بقى تقولي هو ان الحرب اكسبته شجاعه، فنقول the war earned him bravery. انتبه، gain bravery لو انت عايز تقول يكسب شجاعه، لكن يكسب شخصا شجاعه فنقول earned him bravery. وهكتب لك الكلام ده في الورق وتاخده جاهز. the performance was a by the constant noise from the audience. العرض او الاداء اللي كان شغال حصل له ايه بسبب الضوضاء المستمره من المشاهدين، اكيد فسد باظ يبقى spoil. طبعا inspired يعني ألهمة، و awarded معناها كافأ مكافأة رسمية، و prepared يعني جهز أو عد. The school has a reputation. كلمة reputation دي معناها سمعة، ولما نقول reputable معناها حسن السمعة. المدرسة ليها سمعة for high standards of، لأن فيها معايير عالية جدا من discipline اللي هو الانضباط أو النظام. system اللي هو النظام العمل، نظام التشغيل برنامج مثلا. association منظمة، و literature ده الأدب. ولما نقول literature ما تنساش دايما أن في كلمة اسمها man of letters اللي هو الأديب. He's under a orders from his doctor to quit smoking. هو تحت أوامر أو تعليمات صارمة. أنت بتقول تعليمات صارمة يبقى strict. كلمة district اللي هي الحي، لكن district يشتت، وستيك اللي هي معناها عصا ومعناها يلصق شيئا. ولما أقول لك stick to your word يعني خليك قد كلامك أو التزم بكلامك.
ولو واحد بيحكي لك في الموضوع ما يتوه في الامر فتقول له ستيك تو ذا بوينت، يعني قول لي على الكلام المهم ما تتوهش. يعني هير امبيشن ووز تو بيكم ان استابليشد، طبعا دي ان المفروض، هير امبيشن يعني طموحها هي ان تصبح استابليشد ايه، كونفيدنس ثقه، لاير طبقه من طبقات الارض مثلا، او انك تعمل كيكه كذا طبقه كده فنقول لايرد كيك، اوثر مؤلف او فنان مؤلف، وليكتشر محاضره، وبالتالي هنقول اوثر. على فكره كان ممكن نقول ليكتشرر وتنفع دي. الجمله رقم 65، everything was covered with a fine of dust، كل شيء كان مغطى بطبقه من الرمال، طبقه من اللي هي لاير. تعال نشوف ليتر دي معناها فيما بعد او بعدين، سي يو ليتر، اشوفك بعدين. كلمه لوور دي معناها اقل انخفاضا من، لوير ده المحامي. They held a number of events to raise money for the local community. يعني هم عملوا عقدوا event حدث يعني، وقبل ما حل عايزك تاخد بالك ان كلمة hold اللي هي الماضي منها held. hold معناها يمسك، و hold on يعني ينتظر، و hold معناها يسع. لما تكون بتشتري حاجات من السوبر ماركت والراجل ايه يديك كيس صغير كده فتقول له that can't hold my things، الكيس ده لن يسع اشياء انا اشتريتها. الجمله بقى بيقول لك ان هم هيعقدوا عددا من الاحداث او التنظيمات يعني تو ريز ماني. كلمه ريز هنا يا شباب معناها يجمع مالا، وما تنساش ان ريز معناها يربي. فور ذا لوكال كوميونتي، علشان يجمعوا الفلوس ديت لللوكال كوميونتي اسوسيشن، لمنظمه الرعايه المجتمعيه المحليه كمان. طيب طب ليه ما ناخدش تشاريتابل؟ كان لو هي تشاريتي كنا خدناها، المنظمه الخيريه. وخد بالك ان charity بتساوي charitable organization. The country is now facing a political crisis. الدولة الآن تواجه أزمة سياسية serious يعني خطيرة. serious ليه معناها بشكل خطير. seriousness اللي هي الجدية أو الخطورة. serials اللي هي أرقام الرقم السري يعني، أو رقم السريال اللي في حاجة معينة. أقول لك الموبايل بتاعك ليه serial. You might find it a to consult a financial advisor. بيقول لك انت ربما تجد انه من الايه انك تستشير مستشارا ماليا. تعال نشوف unworthy يعني لا يستحق. worthless معناها حقاره. worthless اللي هو حقير او لا قيمه له. worthwhile يعني ذات قيمه او مجد. ربما تجد انه من الامور التي لها قيمه انك تستشير المستشار المالي. unemployment is a major a of poverty. البطاله هي ايه رئيسي للفقر، هي سبب رئيسي للفقر، يبقى major cause. برومس دي معناها يعد ومعناها وعد، اسمه فعل خد بالك. بيربس معناها غرض. ريزن معناها مبرر. وريزن فور دايما. ليتس ستيك تو اور اوريجين اي، تعالى نلتزم ب اور اوريجينال بلان، خطتنا الاساسيه. وادي كلمه ستيك زي ما اتفقنا بمعنى يلتزم بيه. لكن انت يو مي نيد ا ستيك اف يو كانت ووك، لو انت مش عارف تمشي فانت هتحتاج ستيك. ستيك هنا هيكون معناها عصا. رقم 71، وانا هكتب على ستيك دي دايره عشان اكتب لك الحاجات بتاعتها. Your duties الواجبات بتاعتك greeting visitors and directing them to the appropriate department. واجباتك ربما تتضمن تشمل على، وبالتالي تتضمن وتشمل على اللي هي include. He gave a very interesting and informative A on the Roman army. هو اعطى interesting and informative lecture محاضره. interesting شيقه، informative معناها مليئه بالمعلومات. اعطى محاضره شيقه ومفيده يعني on the Roman army، على الجيش الروماني. 73، we will take a now and resume in an hour. resume دي يعني سنبدا مره ثانيه. خد بالك احنا سوف ناخذ ايه الان وبعدين نبدا بعدين هناخد راحه اللي هي بريك. انتبه ان كلمه resume دي معناها ان هو كان شغال وتوقف وكمل تاني، زي كلمه pause بالظبط، لكن كلمه stop معناها يتوقف وما يكملش. he had always been keen to have a career in national a. هو دايما كان حريص على ان هو يكون له حياه مهنيه في الناشونال بوليتكس، في السياسه المحليه. ناشونال بوليتكس السياسه المحليه، ده معناها ان هي وونتد تو بي ا بوليتيشن، عايز يكون رجل سياسي، او يكون بوليتيكال، او يدرس البوليتيكال ساينس اللي هو علم السياسه. بوليتيكال ساينس اللي بتساوي بوليتكس. يعني في الجمله دي كان ممكن نقول he had always been keen to have a career in national political science. 75، it would be A for the government to take precautionary measures اللي هي الإجراءات الاحترازية. إنه من العقلاني من الضروري للحكومة أن تتخذ إجراءات احترازية، وبالتالي sensible. sense اللي هو الإحساس. sensitive حساس. و unwise يعني غير حكيم. I think you not right to do what you did.
أعتقد أنك رايت معناها صواب، أعتقد أنك تكون أو كنت على صواب أن تفعل ما فعلته. انتبه إن آخر كلمة في الجملة هنا did، وبالتالي الجملة ماضي، فما ينفعش أقول has ولا have إطلاقا، إما where أو was طبعا. بس أنت you والفعل you دي باخد مع where دايما، فعشان كده أقول له I think you were right. طب اللي بعدها بيقول لك I think you not the right. أنت عارف كلمة the right يعني الحق، لكن كلمة right لوحديها معناها صواب. فانت هنا في الجمله دي بتقول له اعتقد انك عندك الحق، يبقى انا عايز هاف او هاد، بس اخر الجمله قال لك ديد يعني الجمله ماضي، فعشان كده هنقول له هاد. طيب رقم 78، كان يو تيل مي هاو تو ابالانس، هل يمكنك ان تخبرني كيف احقق توازنا بين العمل والعائله؟ خد بالك من اللي هقول لك عليه ده كويس جدا. كلمه يحقق توازنا دي حاجه من ثلاثه، فايند بالانس، اتشيف بالانس، او سترايك بالانس. الثلاثه دول معناهم يحقق توازنا، وبالتالي كده هنختار من دول اتشيف اللي هي نمبر اي. الكلمه الثانيه دي ارشيف اللي هو الارشيف اللي احنا بنحط فيه الحاجات يعني، ليكتشر محاضره، واورد اللي معناها يكافئ او مكافاه رسميه. وعايزك تاخد بالك برضو بمناسبه بالانس ان في حاجه اسمها كيب يور بالانس، حافظ على توازنك. يبقى احنا كده قلنا كده ملحوظتين اتنين على بالانس، اولا ان اسمها فايند او اتشيف او سترايك بالانس يعني يحدث توازن. طب يحافظ على توازنه كيب بالانس، طب يفقد توازنه اللي هي الملحوظه الثالثه لوز بالانس. يبقى الملحوظه الاهم من ده كله بقى كلمه بالانس توازن. طب امبالانس اللي اولها اي ام، امبالانس يعني يفقد توازنه، وانا بكتبها عشان اعرف لك في الكشكول. بي كيرفول ات كان بي كوايت دينجرس اون ذات باث، انتبه انه قد يكون من الخطير في هذا الممر. ذس مينز ا، ده معناها لما اقول لك خد بالك احترس هتقع هتغرق، يبقى انا كده بعمل ايه؟ بحذرك، والتالي ده اسمه وارنينج اللي هو التحذير. لكن لو اقول لك ها you can do it I think you can do it I believe in you، انا مؤمن بيك انت هتعملها ان شاء الله، يبقى انا كده encouraging. To be good leaders managers must create a climate of mutual and respect. mutual دي معناها مشترك، حتى بتلاقي في الفيسبوك يقول لك فلان ده mutual friend يعني صديق مشترك بينك وبين حد تاني. لكي تكون قائدا جيدا او لكي يكونوا قادة جيدون، فالمانجرز اللي هو القادة لابد ان يحققوا او يخلقوا مناخا من الاحترام والايه المتبادل. تعال نشوف الاختيارات. trusted معناها موثوق فيه، trust اللي هي الثقه، distrust معناها نازع الثقه، وtruth الحقيقه طبعا. trust trust and respect اللي هو الثقه والاحترام. I am very A in our ability to maintain leadership، انا واثق في قدرتنا، انا واثق في قدرتنا، يبقى I am very confident. importance اهميه، وكونفيدنس ثقه، وانتليجنس ذكاء، ومعناها مخابرات، ومعناها معلومات استخباراتيه. لما اقول لك اور انتليجنس تيل اس ذات كذا، ده معناها المخابرات بتخبرنا او معلوماتنا الاستخباريه بتخبرنا بكذا. خد بالك في 81 كان ممكن اقول لك اي ام فيري كونفيدنت او اي هاف كونفيدنس. ذا هيد تيتشر انسيستس ابون اي ديسيبلين ثرو اوت ذا سكول. في ايديم عايزك تحفظه، الايديم ده كان موجود في كتاب الورك بوك. الايديم بيقول لك ستريكت ديسيبلين، ستريكت ديسيبلين معناها الانضباط الشديد اللي هي نمبر دي. طيب كلمه فيرم برضو معناها صارم، بس معناها صارم بمعنى متربس في رايه، مش عايز حد يغير رايه. كلمه هارش دي معناها وقح غير مؤدب يعني. كلمه تف دي معناها difficult to do or deal with، يعني بيقول لك ان الشخص ده تف يعني صعب انك تتعامل معاه، او الشيء ده صعب انك تعمله. It's important to look at the political and context in which the novel was written. من الضروري انك تكتب فيه، انك تنظر او تلقي نظرة على او تدرس السياق السياسي والثقافي، يبقى cultural context السياق الثقافي. The internet's influence is growing every day. اثر الانترنت بيكبر كل يوم. في السنتنس دي كلمة influence is a synonym of، تعال نشوفها الاول هي اسم ولا فعل. The internet's influence تأثير الانترنت، يبقى أنت عايز كلمة بمعنى تأثير، يبقى effect اللي هي نمبر بي. لكن لما أقول لك the internet and other technologies influence our life، يبقى الانترنت والتكنولوجيا الأخرى تؤثر على، يبقى كلمة influence هنا معناها يؤثر على، هتبقى ساعتها بتسوي effect. The drug A no effect in curing the illness، الدواء أو العقار كان لم يكن له تأثير على علاج المريض، يبقى had no effect. عايزك تعرف المصطلح ده، انت بتقول have an effect on يعني لها تأثير على. خلصنا كده يا شباب الكلمات، هنمشي سريعا جدا في الكتاب العمالقة، عايزين نلحق ايه وانتشر من العمالقة بحيث تلم الافكار كلها، علشان على نص في يوم 15 ان شاء الله رب العالمين 15/5 هنبدأ نحل امتحانات، ونشوف كتاب تاني نحله غالبا هيكون كتاب المعاصر ان شاء الله رب العالمين، ونحلل كل كلمة فيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.